أنا مهجة النشار، حرم المرحوم عطية أبو سيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. عطية مات. بقى في حياتك يا مدام، اجعلها آخر الأحزان. أنا محسن هنداوي، صديق المرحوم. ميرسي أوي محسن بيه على حضورك. لا علي، شد حيلك. إحنا كده. الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان. والله. لا 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 اجمدي امال اجمدي يا مدام اجمدي كده لازم تجمدي انا جمدت خلاص مستي ما تجمديش قوي كده يعني هو كان غلط كده بس الله يرحمك عطيه والله والله ما اعرف الا دلوقتي عطيه كالرجوله طول عمره كان يحب الضحك والفرفشه اي والله بس شهاده لله كان ذوق حلو وكان يحب يمتع نفسه وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي أيوة والله انا اللي كنت جاي اشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه قصدي اعزي فيه تعرفي حضرتك ما كنتش اقول له بني طاطا أيوة والله كان يحب كلمه طاطا دي قوي بدلعه طاطا اخبارك ايه طاطا وهو بقى يقول لي يا ميحة كان انا محسن قولي ازيك يا محسن محسن وطاطا كان حتى في الشارع معروفين محسن جيت طاطا راح طاطا جيت كانت فاحل انت بنتك فاحل يا حبيبي يا هاشم قهوه والبي بيرة ساعة محسن بيه هنداوي سيادتك انا اسمي رأفت شغال هنا انا من اشد المعجبين بسيادتك سيادتك تعتبر مثل اعلى لكل الشباب انا سرفست على سيادتك من 10 سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقه ب 100 جنيه ومضيت لي عليها انا محتفظ بيها لغايه دلوقتي للذكرى طب رأفت هات لنا بقى جنب البيره شويه ترمس على شويه سوداني سخنين على شويه كاجو ها عشان دي الظاهر انها ليله حلوه ليله حلوه قوي عينيا يا باشا وانا كان عندي عزم من عطيه أنا كنت بحب عطية أوي. إزيك دلوقتي يا مدام مش كويسة الحمد لله. أحسن نفسي أوي. لا 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 لا. أنا عايزك تبقي مؤمنة كده. لازم تكوني مؤمنة. لا 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 أنت بتعذبيني. كده أنت بتعذبيني. عايزك كده تبقي مؤمنة و ها؟ بس بس حبيبي. يا حبيبي يا هاشم. مشبرة يا باشا. هنا ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفع عزة ده محسن بيه هنداوي صاحب اول واكبر كل حاجه سيادتك امشي هو كان في زعطية كان جدع وصاحب صاحبه والله عمره ما كان مليم على حد عشان كده ليلته زي الفل لسه مقابله من اسبوع في الجيم كان طاير من على الارض طير والله زي الفراشه كان خفيف الله يرحمه بتقول قابلته امتى من اسبوع قابلت مين يا طيه الله يرحمه هو اللي انا دخلت عزه غلط بقى انت قابلته من اسبوع يعني اسبوع 10 ايام كده الله يرحمه الثانويه بتاعته النهارده ميت من سنه ميت من سنه امال كان بيجي الجيم ازاي وهو ميت وانتوا قاعدين بتعملوا ايه انت مين وعايز ايه هقول لك بس ما صحش كده قدام الناس دول اصحابي الانتيم ما بخبيش عنهم حاجه لا اصل ده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد
اوكي يا مهجة، احنا هنمشي بقى يا روحي. اوروفار. اوروفار يا روحي. اوروفار، مع السلامة، مع ألف سلامة. مع السلامة. بنت حلال يا بنت. باي يا روبي، ميرسي. بونوي. بونوي. رافض. عينيا يا باشا. هات لي بقى ازازه ثانيه عشان شكل القعده كده هتطول شويه. ها، عينيا يا باشا. والنبي يا باشا، سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معاك صوره؟ قوي. اجيب الموبايل من جوه؟ قوي. الله يخرب عقلك يا طاطا، سنه ميت وتجيلي الجيم. نعم، عاوز ايه؟ تعالى اقعدي جنبي كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض. ها، احنا لسه هنتكلم؟ انا مش في المود. انا بقى في المود. خدي بقى اشرب الكوبايه دي عشان نبقى احنا الاثنين في مود واحد نعرف نتكلم مع بعض. مش طفحه الزفت ده ولا ده. عايز ايه؟ شويه بقى باشا بسطرمه على شويه جبنه على شويه لانشون يستاهلوا بقك يا باشا. مفيش زيتونه مخلله كده على مزاجك؟ يا سلام يا باشا، حلميه الزيتون تكون عندك حالا. ما تجيبش حاجه يا زفت. اطلب لك البوليس ولا هتتكلم؟ وانا مش عارف اتكلم وانت عصبيه كده. تعالي اقعدي، اقعدي كده وروقي عشان نعرف نتكلم مع بعض. انا محسن هنداوي، صاحب هنداوي جروب، اول واكبر مجموعه اقتصاديه في الشرق الاوسط. شويه زيتون بقى يا باشا يستاهلوا بقك. ليمونه معصفره بقى كده على مزاجك. ها، يا سلام يا باشا، كبر الليمون. ما تجيبش حاجه يا زفت. الواد ده جدع قوي. اخيرا مهجه وافقت عليا. ياه، انا مش مصدق نفسي. انا ما قلتش انها وافقت يا لطفي، لكن يعني بالغريزه بتاعتي الانثويه وباعتباري ست بفهم، اقدر اقول لك ان مهجه بتموت فيك. ازاي؟ مهجه انسانه مش عاديه، يعني ست زيها اللي تقفل على نفسها المده الطويله دي كلها بعد موت جوزها وترفض كل المغريات، تبقى اكيد معجزه. هو ده بقى اللي مخليني مش عايزه افرط فيها. اوكي يا محسن بيه، صدقني انا اول مره اعرف ان المرحوم كان مشارك حد في الفيلا. وعلى كل، سيب لي نمره تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتصل بيك. اه، طب والفلوس؟ فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكيش فكره عنهم؟ مش حضرتك ماضي على الشيكات دي برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر، بس اديني اسبوع 10 ايام احضر لك المبلغ. طيب، ادي احنا قاعدين هنا اسبوع ولا 10 ايام لحد ما تجهزي نفسك. تقعد فين؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ انت مش طبيعي؟ لا، تشتمي ليه طيب؟ انت بقى اللي مجنونه وقلت الادب. لا، احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. انا اللي غلطانه ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زيك. الظاهر بقى انك انت وليا لبط ومش هتجيبيها البر. وليا؟ زعلتك وليا قوي، واللبط ما زعلتكيش. ما قلت لك هديك فلوسك، اصبر عليا شوية. اصبر اصبر اصبر. وفي حد بيصبر النهارده؟ اشمعنى انا اللي حاصل؟ لا الحكومة عايزة تصبر ولا البنوك عايزة تصبر. اشمعنى انا اللي اصبر؟ والنبي سعادة الباشا، الصورة اللي أنت وعدتني بيها، الموبايل بتاع حضرتك يا أستاذة موجة يعني صورينا عشان أنا الموبايل بتاعي ما فيهوش كاميرا وبعتهولي بلوتوث. ها؟ يلا ابتسم بقى يا باشا، ابتسم. امشي انجر من هنا، انجر. ايه في الباب يا رافض؟ مش عايزين فضايح. صح يا باشا، طول ما بابنا مقفول علينا محدش ليه دعوه بينا. مش كده؟ اه. سيب الزفت مفتوح. وانت ان شاء الله جاي لي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا امشي. مش عطيه الله يرحمه ده مش كان صاحبك؟ اعمل له اعتبار. ده كان صاحبي ولا نيل، ده كان حرامي، وكنا واخدين البيت ده الشركه عشان نجيب فيه نسوان، ولا كان في طاطا ولا ميحه ولا حد انت عامل ميحه، ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبي. انت طلعت لي منين بس؟ انت ليه مش عايز تراعي ان انا ست وعايشه لوحدها وارمله؟ ارمله؟ اه ارمله يا عيني. ارمله ولابسه فستان اسود، فستان قصير، ورجليك طالعه زي البنور. هو انتوا كده رجاله تموت تحلو وترمرموا بعد كده؟ ها؟ انت بني ادم قليل الادب. انا برضو بني ادم. انا بني ادم برضو. هي بني ادم دي اللي ضايقتك قوي وقليل الادب ما ضايقتكش؟ طب اديني فلوسي وانا همشي. طب وديني، ما انا مديك اي حاجه، ايه رايك بقى؟ وهتخرج من هنا ورجلك فوق رقبتك.
غيرك. انت استفرطت بيا؟ لا، هوريك الوش التاني. يلا يلا اطلع بره. انا قاعد في بيتي، انا ليا نص البيت ده. ما انا في حاجه. انت بتضربني يا حيوان؟ لا عشت ولا كنت. شوية ورق عنب بالعكاوي بقى يا باشا يستاهلوا بقك. لطفي لطفي لا 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 لا، تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى، عشان ده بلوه هنا، في بلوه. تعالى شيل من هنا، تعالى شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع. لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع، ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه، وانا بعزم عليك على اكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي.